هذا الاحتلال يسعى من خلال سجل في سجونه وفي زنازينه إلى باط روحك المعنوية وتحطيم الإنسان الفلسطيني، تحطيم المناضل الفلسطيني. كيف يمكننا أن نحول معتقلات الموت إلى أكاديميات تخرج الثوار؟ إحنا في حال مأساوي، إحنا في حال يعني أصعب ما يكون على أي فلسطيني أنه يقبل على حاله هذا الحال.